قرية بويطاس بسيدي بالعباس من أخصب الأراضي الفلاحية التي أنشئت بها موسى ثمرات، عمل عليها أصحابها كثيرا على غرار هذا الفلاح رفقة أبنائه العشرة في شعبة إنتاج الزيتون. عندي واحد المساحة واحد 30 قطار ولا 30 شيء، راني غارس منها في الزراعية، غارس منها قريب 10 قطارات زيتون، ورانا نايفين معها بالزاقو بالمقص بجيب ولادي، ورانا نخدمو وننتجو باش نصيبو الإنتاج. هذه راها في عامين، هذا السنة عامين زاوج من حيث غرستها، وراها لاباس راها مليحة الله يبارك. عندي 10 ولاد وانا في وسطهم، وكاع راهم يخدموا في العمليه في الزراعيه ونقوتوا منها وعايشين منها. وانا راني صغير بخوتي هنا ونعاونهم ونجي معاهم، وان شاء الله نكون في بلاصه بوي هنا عبد القادر، وراني خدام هنا نعاونهم. المشاكل التي تواجه هؤلاء كثيرة، وعلى رأس نقص اليد العاملة ومياه السقي، أين يضطرون على شراء الصهاريج لسقي المنتوج. ما مقع كرانا الشاش راح يحطنا 10 ولا 12 الله يبارك، وهكا كرانا مغبوني بصح. احنا ماذا بينا مازال ندخل الخدامة قد ما نديرو نطورو للعاملة هذه مخصوصة. راني نعاونو هنا ان شاء الله نكونو في نحصل الخدمة ان شاء الله، ونطلبوا من الدولة شوية تعاوننا، هذا المنتوج المستفيد لينا وللدولة ان شاء الله. ومع سقوط الأمطار هذه الأيام، يتفاءل هؤلاء بموسم فلاحي أحسن مما سبق، خاصة إن وجدت للمشاكل المطروحة من طرفهم الحل بدعم وتشجيع أكثر.